السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، معكم أخوكم رمضان راضي من قناة رمضان راضي. طريقة احترافية لزراعة الجرجير في المنزل، ولكن دعونا أولا نتعرف على نبات الجرجير وكيفية أهميته وخصائصه والفوائد التي تعود من نبات الجرجير. السلام عليكم. فوائد نبات الجرجير: هذه النبتة التي يعتقرها البعض على أن لها خصائص فريدة كقيمة غذائية، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين سي، أكثر حتى من البرتقال، وكمية من الكالسيوم أكثر من الحليب، كمية من الحديد أكثر من السبانخ، وكمية كبيرة من حمض الفوليك أكثر من الموز، وتحتوي على فيتامين إي وفيتامين بي 6 وفيتامين بي 12 ومعادن كثيرة، منها على سبيل الذكر لا لحصر الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. وبهذه الخصائص يكون لها فوائد عديدة، كخفض ضغط الدم، تحمي من الجلطات، تصلب الشرايين، تحافظ على صحة القلب بخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتقي من الإصابة السكتة القلبية، وأيضا تقوي العظام، تحافظ على صحة العين وتقوي النظر، وهي كذلك تخفض من نسبة السكر في الدم، بها نسبة عالية من الألياف، تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتخلصها من المواد الضارة والفضلات المتراكمة فيها، وتسهل عملية الهضم، وتقي من الإمساك باعتبارها تحتوي على مادة الكروفيل، هي كذلك تساعد على علاج نزلات البرد، تعالج السعال وتطرد البلغم. لها فوائد للرجال والنساء على حد سواء، وهي بذلك مصدر طبيعي للخصوبة لدى الرجال، أما بالنسبة للنساء فهي تقيهن من السرطان الثدي، وتقي من التشوهات الخلقية التي قد تحدث للجنين أثناء الحمل، وتساعد على العلاج التهاب المفاصل خاصة في سن اليأس. نبتة أو الجرجير تقوي المناعة وتحمي الخلايا السليمة من التحول إلى خلايا سرطانية خاصة أثناء العلاج، تعالج فقر الدم وعديد الفوائد الأخرى. وهذا كل ما يخص زراعة الجرجير في المنزل من البداية للنهاية، واليوم صار عمر النبتة 15 يوم. وكذلك وصلنا لنهاية الفيديو. لو أنت شفت الفيديو كامل فضلا وليس أمرا، ضع اشتراك للقناة وتفاعل معها بالتعليقات واللايكات. كان معكم أخوكم رمضان راضي من قناة رمضان راضي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.